لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما أقسم الله به في القرآن ينبغي أن نهتم ونلتفت إلى شأنه، فإن الله ما أقسم بهذه المقسمات بها إلا تعظيما لشأنها، ونفكر فيما اختصها الله عز وجل به، ودائما ما يكون فيها إشارة إلى الوحي المنزل، أو كثيرا ما يكون فيها إشارة إلى الوحي المنزل. كما قال تعالى: والطور. فالطور الذي ذكره الله عز وجل يعني معظما شأنه ومقدسا لواديه هو جبل الطور الذي في سيناء، الذي أوحى الله فيه إلى موسى وأنزل عليه فيه التوراة، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. الكتاب الذي سطر ونشر ليس إلا القرآن العظيم، فإن الكتب المتقدمة كان يستحفظها الأحبار والرهبان ولم تكن منشورة، ولذا لما وقع سبي بابل لم يجدوا ولا نسخة من التوراة، وهم يعترفون بفقد النسخ. وأما الأناجيل فهم أيضا يعترفون أنه لم يعني يكن مستقرا ولا مقبولا عبر 300 من السنين وزيادة. إنجيل متفق عليه، وإنما كان هناك نحو 70 إنجيلا، ثم بعد ذلك أخذوا منها 4 في مجمع نيقية الأول وجعلوها الكتاب المقدس. فالكتاب الذي انتشر كتب في رق يعني في صحف، ونشرت في رق منشور، هو القرآن. فذكر الوحي المنزل على موسى والوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا ما اقترن في كتاب الله عز وجل، وذلك لأنهما يجتمعان في أن الشرائع ذكرت فيهما. وقد جمع الله في القرآن أهم ما ذكر من الشرائع في التوراة، وبقي القرآن متميزا بأن الله قد حفظه ويسره للذكر. هو عز وجل الذي تولى حفظه، فلم يفقد منه حرف ولم يزد فيه حرف ولم يغير عن وجهه قط، وظل متواترا جيلا عن جيل وميسر، يحفظه الصغير والكبير. أنت تجد حتى بابا النصارى احتاج إذا تكلم عن الإنجيل استخرج ورقة أو الكتاب ويقرأ منه، يعني بابا الفاتيكان يقرأ من المكتوب، وأحبار اليهود أيضا يقرؤون من المكتوب، مع أنه متنوع ومتعدد ومختلف فيه. فسبحان الله، القرآن انتشر وتواتر
وله منزلة ليست لغيره من الكتب. وقد جمع الله عز وجل أيضا بين الكتابين في قول مؤمن الجن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. زبور داود ومزامير داود ثناء على الله عز وجل تمجيد له، وإنجيل المسيح موعظة، وأما الشريعتان القائمتان بأنفسهما فشريعة التوراة وشريعة القرآن. إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وقال سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هي أيضا أماكن نزول الوحي. بعض العلماء يقول أن التين والزيتون إشارة إلى بيت المقدس، ومنهم من يقول بل هي أن شجرة الزيتون تنبت من سيناء كما قال سبحانه وتعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، فأصل الشجرة من هناك. وشجر التين يكون في الأماكن الصحراوية أكثر منه في بيت المقدس الذي هو أرض خصبة وأرض مباركة كثيرة المياه، فشجر التين في الصحراء والجبال لذلك أقرب إلى أن يكون مرتبط أن يكون مرتبطا بطور سينين الذي هو محل نزول التوراة، وهذا البلد الأمين محل نزول القرآن. وكل هذا من الامتنان الذي يمتن الله به على عباده المؤمنين بإنزال الوحي من عنده سبحانه وتعالى. وفي الكتب المتقدمة في كتب في التوراة وإلى يومنا هذا ما زال موجودا، وهو من البشارات ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل الرب من طور سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ من برية فران. بيقولوا أقبل الرب من طور سيناء بمعنى أنزل كلامه الأول على موسى في طور سيناء وأشرق ظهر نوره من ساعير، ساعير جبل بيت المقدس إشارة إلى نزول الإنجيل على المسيح، وتلألأ أو في ترجمة أخرى واستعلن من برية فاران أو من جبال فاران، من جبال فاران، جبال فاران اللي هي جبال الحجاز. ولم يوجد وحي أكثر وضوحا وإشراقا ونورا وإعلانا عن يعني إعلان بصفات الرب سبحانه وتعالى مثل ما أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم في جبال فاران التي كان منها جبل النور الذي كان فيه غار حراء. فسبحان الله، هذه المعاني تجعل القارئ للقرآن يعظم نعمة الله سبحانه وتعالى ويعرف فضله سبحانه وتعالى بهذا الوحي المنزل ويحببه فيه، يجعله يحب الوحي ويعرف منة الله به. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمته، هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.